السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي سوف نخصصه الليلة للحديث عن نشاط إبداعي فني خاص بالمديح والسماع، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما تعلمون جميعا بأن المغاربة وأيضا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بالمولد النبوي الشريف طيلة شهر ربيع الأول. يتنافس فيه أهل الفضل وأهل الخير وأهل الذكر في إقامة التجمعات والملتقيات والندوات والأمسيات الفنية. اليوم معنا جمعية مغربية مباركة، جمعية روح الإبداع الفني للمديح والسماع. هذه الجمعية التي تأسست من طرف ثلة من الشباب المهتم بالمديح النبوي والسماع الديني، تأسست منذ 2013 برئاسة الفنان الشاب يونس مشطان. وهؤلاء الشباب تكونوا في فني المديح والسماع وطرب الآلة، وبدأوا يقيمون مشاركات كبيرة على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي، كل هذا للتعريف بشخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا للنهوض بفني المديح والسماع والمحافظة عليهما وإغناء الرصيد الفني لهذا الموروث الثقافي والروحي، من خلال إيمانها الراسخ بالدور التربوي والروحي الذي يطلع به فن السماع. وهذه الجمعية أيضا تسعى من خلال هذه الأنشطة التي تروم القيام بها التعريف بفن المديح والسماع في أوساط الشباب وتقريبهم منه، والعمل على تأطيرهم والأخذ بيدهم لكي يحافظوا بدورهم على هذا الموروث الثقافي المغربي الأصيل. هذه الجمعية تقوم بأنشطة كثيرة، وهذا الأسبوع سيكون لها نشاط كبير ومتميز بمدينة الدار البيضاء، كله يندرج في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وإظهار الفرحة والسرور لقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يحضر معنا السيد رئيس الجمعية ومجموعة من هؤلاء الشباب من ذوي الفن والسماع، السيد يونس مشطان. سيونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله سيدي مولاي الطيب. حياك الله. شكرا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، يعني وهذه الاستضافة اللي من خلالها يعني صدفنا باش نعرفوا بالجمعية ونعرفوا بهذا الحفل إن شاء الله المقبل. نتمنى من الله أن يروق كل من يحضر إليه وأن يروق كل المستمعين إن شاء الله، وإن شاء الله بحول الله تعالى في هذا اللقاء نريد أن نعرف بجمعيتنا ونعرف بهذا الحفل، ونسأل الله تعالى أن يعني هذا الحفل أن يقنع المستمعين من أجل الحضور إن شاء الله إلى هذا الحفل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. معنا كذلك الشاب حسن الوزاني، حياك الله مولاي. أهلا وسهلا مولاي الطيب. بارك الله فيك. سعدت برؤيتك مرة أخرى، وكم اشتقنا إليك وإلى أشعارك وإلى صوتك العذب. ما شاء الله عليك، ومن هذا المنبر تنحييك على كل ما تقوم به من أجل ولخدمة الذكر ولخدمة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ عرفناك وأنت لازلت على ذلك الطبع، والطبع يغلب التطبع، وقلت قبل الآية الكريمة نقولك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما شاء الله. شكرا جزيلا سيدي يونس، سيدي حسن الوزاني، الابن البار للعائلة الوزانية المعروفة بالسماع والمديح وبالصلوات على سيد الخلق وأشرف المخلوقين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله.
ثم معنا الشريف الغالي سيدي محمد الصديقي، حياك الله الشريف. مأمور سيدي أستاذ كريم، بارك الله فيك، جد مسرور بلقياكم في هذه الليلة المباركة، وأنا أحضر مع الأستاذ. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بك، يا مرحبا. احنا الآن غنبداو إن شاء الله تعالى هذا اللقاء. ربما السي محمد صديقي لو اقتربت أكثر من الميكروفون حتى نستمع إليك. نعم، حياك الله سيدي محمد صديقي. مساء النور سيدي الدكتور. بارك الله فيك، جد سعيد بلقياكم في هذه الليلة المباركة، وجد سعيد مع الجمعية أن أكون من الضيوف ونشارك معهم بتجربتنا وبجميع أمور اللي في المدح النبوي الشريف. نعم، الحمد لله. الحمد لله. نعم. إذن سيونس مشطان رئيس الجمعية، قلنا بأن في هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف، هي لا تمر فقط في يوم وليلة، تظل طيلة شهر ربيع الأول كالقول الحمد لله المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقيمون الاحتفالات ويقيمون جلسات الذكر ويتجمعون حول الموائد الإنشاد. هذه المدة ربما أكيد أنكم حضرتم للكثير من هذه الأنشطة، وأنتم كمتابعين وكفاعلين في الميدان، هل هذا المجال هل هو في تصاعد وفي تجدد أم أنه في أفول مع الأجيال الجديدة؟ الحمد لله الميدان في تصاعد، والميدان يعني الناس يعني يطلبون هذا اللون ديال المديح والسماع، وأغلبية الناس اللي كنحضروا عندهم يعني في حفلات عديدة، يعني في أفراحهم وأقراحهم، يعني كيبغيو في الأفراح تيبغيو يفرحوا بذكر الله وبالصلاة على رسول الله، وكذلك نوسهم بذكر الله والصلاة على رسول الله في أقراحهم. ربما في المناسبة تاع الأموات ديال المآتم. نعم. وأيضا في الأفراح، عقود القران أو زواج أو حقيقة. نعم. أو ختان. نعم. أو قدوم من الحج أو العمرة، يعني. نعم. كل هذه المناسبات ربما كثيرة في المجتمع ديالنا. من طبيعة الحال هذه المناسبات تقريبا جلها كنحضروا لها، يعني في جميع المناسبات بصفة عامة، ولكن احنا بدورنا نفرق يعني في الشكل ديال الأداء ديالنا، نفرق بين يعني الفرح وبين القرح وبين يعني المناسبة ديال الزفاف وبين المناسبة ديال. نعم. العقيقة إلى آخره. ما الفرق مثلا حضرته مثلا مع جمهور ديال الناس في فرح في عرس من الأعراس؟ نعم. ما الفرق بينه وبين أن حضرتم في مئات من المآتم، على مستوى اللباس، على مستوى السيكولوجيا، على مستوى الأداء الفني؟ وفرق فرق شاسع سيدي. نعم. سيدي نحن نفرح مع هاد الناس اللي. نعم. كيعيطوا لنا باش تفرحون مع أفراحهم وتحزنوا معهم، نفرح معهم ونواسي من يعني اللي عنده مأثم أو شيء من القبيل. الحمد لله. ولكن الحمد لله كل هذا يصب في مجالس الذكر. نعم. اللي حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يعني يحط عليه في كتابه الكريم. نعم. سي حسن الوزني ربما ينتمي إلى أسرة عريقة، الوزنيين مشهورين بالصلوات على النبي المختار. اللهم صل عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. هل حددتمونا عن هذه الطبوع وعن هذه التقاليد والعادات اللي ربما موروثة أبا عن جد؟ الحمد لله الحمد لله. أولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أصبحت عندنا في الدم، نحن ك ك ك ك كمغاربة يعني بصفة عامة. في الطريقة ديال الأسلوب ديالنا دائما تنقول وصل الله على النبي، وتعمل هذه وصل الله على النبي، ودير هذه ودير هذه. الحمد لله الأسرة الحقيقة اللي انتمينا لها، وكنشكر الله سبحانه وتعالى أننا خلقنا مسلمون وخلقنا في أسرة أو ازددنا في أسرة. الحمد لله كنا تنجتمعوا كل جمعة، والحمد لله راه شحال من مره كنتي معنا مولاي الطيب في الحصص اللي كنديروا، مثلا كنقراو ولد مولاي عبد الله الشريف الاذكار الصلوات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ضمنهم صلاه المشيشيه، ضمنهم مجموعه من الصلوات، ايضا كتاب دلائل الخيرات،
للجزولي رحمة الله عليه دفين مراكش، وهو من أعظم الكتب التي كتبت في مدح النبي في صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبأعظم يعني بمجموعة متشكلة لغويا وفنيا، لأن صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها من الفن والجمال ما نستطيع أن نسمعه من الألحان. مثلا حينما نقرأ دلائل الخيرات ونقول اللهم صل على سيدنا محمد عدد طلوع الشمس وغروبها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل ما خلقته كل يوم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السر الساري للمحات الأنوار وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا ذخيرة يوم القرار، هذه من صلوات التي كتبها أيضا سيدي عمي محمد بن المختار العالم رحمة الله عليه، كنظن أنكم عاصرته أيضا. وصلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنا نعتمدها دائما يعني في تصرفاتنا، ونقرأها في كتبنا كل جمعة مع القرآن الكريم مع المدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله. سيوس مشطان، انتم كجمعية عادة هذه الأنشطة كنلقاو فيها الناس كبار السن، إما كهول أو شيوخ، انتم شباب صغار ومشيتوا لهذا الميدان، حنا كنلقاو الشباب عادة كيمشيو إما للرياضة كرة القدم السباحة، أو كيمشيو للألعاب الإلكترونية، أو كيمشيو لأشياء خاصة بالشباب. انتم الحمد لله مشيتوا للميدان اللي عنده علاقة بالمسجد وعنده علاقة ببيوت الله وعنده علاقة بالذكر. من الذي أخذ بأيديكم وصار بكم إلى هذه البقاع المقدسة؟ أولا سيدي مولاي الطيب، بدايتنا مع هذا الباب كانت مع القرآن الكريم، يعني أول ما بديت هذا الميدان بديت بالقرآن، يعني تعلمت قواعد التجويد عندي منذ الصغر في مجالس، يعني كانوا حلقات ديال تعليم تجويد القرآن في مسجد اليوسفي عند المحجوب عرحري، ومسجد ديال بولو، ومسجد ديال الفوارات، يعني واحد المجموعة ديال المجالس كانوا فيهم حلقات ديال تعليم تجويد القرآن. بدأت البداية ديالي مع القرآن، ثم من بعد تعرفت على مجموعة من الإخوة اللي تبارك الله كانوا كيمارسوا هذا الفن هذا، يعني كيمارسوا بشكل رسمي، وبدأت المسيرة ديالتي معهم يعني منذ يعني تقريبا مدة طويلة سنين. ثم يعني التحقت بمسجد الحاجب، مسجد الحاجب اللي هو المدرسة ديال المادحين ديال الدار البيضاء، هذا مسجد الحاجب الذي كان يرأسه الحاج عبد المجيد الصويري هو اللي كينفق فيه تما رحمة الله عليه. يعني كنت لما التحقت بهذا المسجد يعني وجدت واحد اللون اللي ما كنتش كنعيشه قبل في واحد المجموعة اللي بديت معها، يعني اللون ديال المديح والسماع الأصيل، صورة المغربي الأصيل، يعني في 97 بالضبط بديت كان مشي لهذا الحاجب، دقت هذاك الشكل ديال الأداء. ثم يعني من بعد يعني الحاج عبد المجيد الله رحمه الله عليه كان اقترحوا عليه يعني واحد مجموعة ديال الشباب يجمعهم من أجل باش غادي يشاركوا في واحد المهرجان في مدينة الرباط، يعني في مهرجان أبي رقرق. فيعني تمرنت معهم هذيك والحمد لله، ومر هذاك المهرجان بواحد الشكل متميز، والحمد لله وتوفقت فيه شيئا ما، وعجبت الحاج الله رحمة الله عليه، فضمني إلى مجموعته اللي كانت أنا ذاك هي المجموعة اللي كتمثل الدار البيضاء في عدة مهرجانات، يعني تقريبا في 99 أو 2000 في هذه الفترة. فبدأت المسيرة ديالي، ولكن هذاك الشكل اللي كنت لما كنت كنحضر في المهرجانات وبديت كنمشي للزوايا وبديت كنشوف هذاك الشكل جلبني وأثر فيا، وحسيت بالذوق بحال قلتي من سمع ليس كم او من سمع مش اللي سمع ماشي بحال ذاق. السؤال سيوس مشطان، نعم. السبب هو ان ما شاء الله تبارك الله بنيتك الجسمية توحي بانك رياضي، هل شي مصارع المصارعة ديال الحرة، ولما تجلس للمديح والسماع كتبان الحمد لله رقة في الإحساس وجمالية في الأداء، ما شاء الله. يعني تركت كل هذه الأمور اللي ربما هي الشباب يميلون إليها، أنواع الرياضات والفنون، وربي ساقك إلى المديح
وساقك الى القران وساقك الى هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن انا اللي بغيت نشير ليه واللي بغيت بيت القصيد الكلامي هو المديح والسماع. علاش ذكرت لك انا بديت مع مجموعه وكنا كنديروا السماع وكان بالنسبه لنا هذاك الشكل اللي كيتادى راه هو الاصل هو كل شيء. لكن الوقت اللي دقت التراث المغربي الاصيل السماع البلدي الاصيل لقيت فيه واحد النخوه اخرى ولقيت فيه واحد الشعور اخر كتشعر به ملي كتسمعوا ملي كتاديه. لدرجه انني مره حضرت في الزاويه الحراقيه في تطوان في 2007 اظن او 2008 في هذه الفتره هذه او قبل ما قبل او بعد ما بقيتش متذكر بالضبط. هذه تقريبا في اول مره غادي نحضر لذاك الموسم ديال الزاويه الحراقيه في تطوان. والله العظيم لما سمعت ذاك الامداح اللي كتغنى فوق العماره ما شعرش براسي حتى الدموع بداو كيهبطوا ليا. واحد الشعور واحد اللذه في ذاك الشيء ذاك الكلام اللي كيتقال واحد اللذه في ذوك الانغام اللي كاينين. نعم. فهذاك الحب ديالي اللي نتج على هذه الفتره هذه اللي مريت بها هو اللي خلاني ناسس هذه الجمعيه. الحمد لله. من اجل ان الدار البيضاء كما هو معلوم تبارك الله اسماء ديال المديحين موجوده ولكن المديح والسماع قليل. نعم. يعني كتسمع مديحين ومسمعين موجودين. نعم. سميك ولكن اللي كتبغي تسمع لان ملي كنقول المديح والسماع البلدي الاصيل ما كاينش قليل كاين تبارك الله الاصوات الجميله وكاين تبارك الله اخوان في المستوى العالي ما شاء الله ولكن هذا. فاحنا فاش اسسنا هذه الجمعيه رأينا تاسيسها يعني وكانت الغايه من التاسيس ديالها هو هذا الشوكه اللي كيف تيقولوا بالدارجه اللي دكات فيا انا وهذا الحب اللي وليت كنحب هذا الشكل هذا الميدان وهذا الذوق اللي ولا عندي بغيت نوصلو للشباب. اذا الجمعيه الاسم ديالها روح الابداع الفني. روح الابداع الفني. يعني انتم كتسعوا الى الابداع وبث هذه الروح في النفوس في القلوب ديال الناشئه. نعم. وكان الحمد لله وكانت الجمعيه يعني لما تاسست في 2013 نعم يعني استقطبنا واحد المجموعه ديال الشباب اللي تبارك الله اصوات جميله مقرئين في المستوى لكن ما كانش عندهم درايه بهذا الفن. وكانت الحمد لله كانت الجمعيه سبب باش انهم تعلموا. نعم. وحبوا الميدان ودقات فيهم ذاك الشوكه لدرجه انهم دابا لحد الان. نعم. كيحضروا في مهرجانات وكيحضروا دابا حاليا في. نعم. وانا افرح لما كنشوفهم كنفرح. الحمد لله. السي حسن الوزاني ربما. نعم. هذا الشاب الوسيم. نعم. وقيل هو واحد من هذه الزهرات. هذا ما شاء الله سيدي حسن هو يعني كيف تنقولوا نشأ في بيئة السماع. هو العائلة ديالو. هذا الوليد هذا منذ أن فتح عينيه يعني ما شاء الله هو كيحضر في مجالس ديال الخير ومجالس ديال الذكر ومجالس ديال وتبارك الله عليه راه إنسان مثقف إنسان تبارك الله راقي وإنسان فنان وذواق وتبارك الله من الحافظ ديال الآلة ومن الحافظ ديال. نعم. ما شاء الله وراه سنين يعني هو في فرنسا وكانت تنظم مجموعه ديال الحفلات. نعم. حدثنا يا حسن وان شاء الله يتكلم. حدثنا عن تجربتك خارج ارض الوطن. يعني الحمد لله الشباب ملي كيخرجوا خارج ارض الوطن كننتظروا منهم انهم يكونوا احسن سفراء لارض المغرب باستقامتهم وبابداعهم وبمواهبهم. كيفاش كانت العطاءات ديالك خارج ارض الوطن؟ أولا الحمد لله بفضل مجالس الذكر وصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي نشأنا فيها واللي كنا كنكونوا فيها دائما أينما رحلت وارتحلت في أوروبا لمدة واحد 6 سنوات إلا وكنت أصادف مجالس الذكر والسمع بصفة غريبة كأنها كانت يعني بحال شي إيمون اللي تيجذبني لواحد المجلس ديال الذكر وهناك قصص كثيرة سأحكيها لك على الخاص. نعم. إنما في مسألة ديال الفني الحمد لله أسسنا جمعية في باريس ديال الموسيقى الأندلسية ودرنا أول مهرجان ديال الموسيقى الأندلسية في أوروبا كان في سنة 2019 كنا سميناها فيستيفال أندلوسي سور سان. وايضا الحمد لله وبفضل الناس اللي تعرفنا عليهم في مجال المديح والسماع وكان ايضا الحاج يونس كان مرات ومرات كنتشاور معاه في المجال الفني فاش كنا كنديروا مجموعه من السهرات. والحمد لله منين رجعت دابا للمغرب درت واحد الاحصاء مع راساتي قلت شحال من سهره درنا ديال الاله بعدا لقيت بان درنا ازيد من 40 سهره ديال الاله. ما شاء الله ما شاء الله. ضمنهم مهرجان وبالنسبه للجلسات ديال المديح والسماع
أزيد من 150 جلسة ديال المديح والسماع مع مجموعة من الزوايات أو الزواوي الزاويات بالدارجة جمعوا زاوية زوايا منهم مغربيين منهم تركيين منهم باكستانيين. ونحكي لك واحد طريفة كانت وقعت لنا. كنا عرضوا علينا زاوية باكستانية باش غادي يقوموا واحد الحفل بالضبط 31 في شهر 12 2018. اتصل بينا الشيخ ديالهم قال لك الله يخليك حنا دائما وجرت العادة منذ أن افتتحت زاويتهم وسميت بمنهج القرآن يعني كأسوسياسيون أو كجمعية باش يكون عندهم الحق في الالتماء والتجمع في فرنسا وهم في جميع المناسبات اللي الشباب باش يمشيوا لابوات ولا غادي يمشيوا يسهروا هنا ولا يمشيوا يسهروا هنا كيديروا لهم جمعية وكيديروا لهم حفل ديني عندهم يعني عوض الشباب ما يمشيوا لابوات وربما يقعوا يمشيوا لابوات حلال كيسمتوا الأمداح والأغاني الحلال في مدح خير الأنام ويستفيدون يعني الدنيا وآخرة. هذا هو السبب اللي خلى بعض الفقهاء يجيزون هاد بعض الطقوس داخل الزاوية كما يسمى بالعمارة والذكر اللي كيكون فيه شوية الحركة. وهو مولاي طيب أنا لست عالم ولست يعني أهل لكي أقول هل هي إجازة أم كانت أم لم تكن. نعم. إنما أنا وأعوذ بالله من قول أنا كان خدم عقلي صغير في مسألة بسيطة جدا تنقول الحاجة اللي الحمد لله ما كتفسدش في الدين واللي عندها واحد الأساس يعني دي الحمد لله اللي دائما نذكر الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون أن نلتفي أو أن نلتمي إلى جهات أخرى يعني والعياذ بالله الشرك بالله أو المسائل اللي كيمكن نشوفه كتجيني بحال واحد لا فيغور دو ستيل في الفرنسيه لوكسيمور يعني واحد فيغور دو ستيل بالعربيه أغيتني يا مولاي الطيب يعني بحال طريقه الاستعمال الكلام كتجيني مضاده بحال الناس اللي مثلا احنا في المغرب عرفنا الحمد لله بقراءه القران جماعه وهناك خاصية مغربية نعم. وهناك من المشارقة ما لا يخفى عليكم نعم. الذين يحرمون هذه المسألة نعم. أنا تنقول لهم كيف يعقل في نفس الجملة كيف يعقل أن غادي نقولوا حرام وقراءة القرآن الكريم في نفس الجملة ما كيتلاقاوش ما كيتلاقاوش سيت اون اوكسيمو نفس الشيء. هذا كتستعمل دابا الآن المنهج العقلاني والذوق الانطباعي وفعلا هذا الموضوع ربما هو شائك وخصب لكن احنا اليوم مع الجانب الفني تماما. ربما سوف ناخذ فاصل لانشوده من الاناشيد ديالكم مع السيونس مشطان والمجموعه لان في اللحظه غادي تحقق بنا واحد الكوكبه اخرى من الشباب ديالكم يعني طلعت عليهم من خارج الاستوديو ما شاء الله الوسامه والاناقه واللي عجبني اكثر هو الميكساج كاين الشباب اللي هو مغربي اصيل وكاين واحد اخر اللي عنده رياح اوروبيه يعني كتلقى فيه بحيث الهيئه ديالو والهندام والشكل يعني الحمد لله هذا التمازج كيعطينا واحد المنتوج جميل جدا فيه الاصاله وفيه المعاصره. اذا قبل ما نستقبلوا هؤلاء الشباب الجدد غنبقاو مع فاصل ديال الانشوده ديال المجموعه المباركه برئاسه السيد يونس مشطان. أهلا بجالي التقى والجود والكرم شرف يا أمير رفيع القدر في الغمم أقبلت
الرضا ويصفد الشيطان هو النيران طوبى لعبد كان فيه مخلصا فثوابه الإحسان والرضوان طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه أوي القرآن مشتغلا فجنة الخلد فيها يعني فرحت للطائعين وباب النار قد أقفلا ضعيفنا يهدي إلى دار السلام فبه يلينا الأمان والكمال. شهر الصيام لقد كرمت شهر الصيام لقد كرمت نزيلا وشفيت من كل القلوب عليلا شهر الأمانة والصيانة والتقى شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه والفوز فيه والفوز فيه لمن أراد قبولا يا محشر الصوام وفاسكم البشرى وقد نشر بمدحكم الذكرى وقد نشر البريء بمدحكم الذكرى قصص بشارف عشق ورحمة وقد أجزل الرحمن للصائم الأجر أيها الضيف الكريم نحن والله الضيوف نحن والله الضيوف أيها الشر العظيم فيك ترتص الصفوف فيك ترتص الصفوف كم غني كم فقير حلق فوق السحاب هكذا جيل الصحابي مستمعين الأفاضل ما زلنا معكم مع هذه الجمعية المباركة جمعية روح الإبداع الفني
والتي هي مهتمة بالمديح والسماع وتضم خيرة الشباب المغربي من أجل بث الروح الدينية القائمة على ذكر الله وعلى الاشتغال بالصلاة على مولانا رسول الله، وأيضا مد جسور التواصل الثقافي بين البلاد العربية والغربية، خصوصا فيما يتعلق بقيم الإنسانية العليا من المحبة والمودة والتعاون والسلم العالمي. فهي موسيقى روحية لها أبعاد عميقة في التاريخ والجغرافيا. وسيدي يونس مشطان ورئيس الجمعية، أنتم هذه الأيام مقبلون على تنظيم نشاط ربما كبير بمدينة الدار البيضاء، هل تفضلتم وحدثتمونا عن هذا النشاط؟ مولاي الطيب، هذا الحفل بإذن الله تعالى بغينا نضمو حفل يكون كبير فعلا ويكون حفل متميز، نتمنى من الله يكون متميز عن باقي الحفلات اللي مرات واللي مازال ما مرتش، لأنه حفل يعني خاص بفن المديح والسماع وطرب الآلة. يعني غتكون في جوج فقرات أو ثلاثة فقرات من طبيعة الحال. الفقرة الأولى يعني الفقرة الأولى غتكون خاصة بمجموعة أهل البيضاء لفن المديح والسماع، اللي هاد المجموعة كتضم واحد المجموعة ديال الشباب من الشباب المرموقين ومن الشباب المتميزين في الدار البيضاء والأصوات الجميلة والطروبة ما شاء الله، وغيكون غتكون الحصة الأولى في هذا الشكل هذا، يعني المديح والسماع برفقة فرقة موسيقية متميزة هي اللي هي مجموعة فرقة دار الآلة، ومن بعد والحصة الثانية غتكون خاصة بالآلة بطرب الآلة، خاصة بطرب الآلة مع كورال دار الآلة وبمشاركة مجموعة من المشيدين كذلك. والحصة الأخيرة غتكون يعني فيها مجموعة من المديحين، مجموعة يعني من الشباب ومجموعة من القدماء، وغتكون واحد الحصة يعني حصة ديال الأمداح، يعني يعني الأمداح الروحية بالذكر الروحي بالكلام ديال القوم بالخمريات بهذا، وغتكون إن شاء الله واحد الحفلة يعني احنا نتصورها وحطينا لها واحد التصور جميل جدا. لكن هذا الحفل يعني نطمح أن يكون بداية لي إن شاء الله مستقبلا يكون عندنا واحد الملتقى متميز، وغادي نغتنم الفرصة في هذه اللحظة هذه باش غادي نشكر يعني الشركاء ديالنا اللي قدموا لنا يد المساعدة، وعلى رأسهم جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء، يعني في تتمثل في شخصها الأستاذ منير الصفريوي، اللي يعني ما تردش يعني لما طلبت أنه يشاركوا معنا هذا الحفل ويدعمونا في هذا الحفل، يعني كانت الموافقة. إضافة لواحد الشخص اللي واحد الرجل يعني من أطيب الناس اللي قابلتهم من خيرة الناس اللي قابلتهم، الأستاذ حسن الصديق من المدير ديال هو صاحب المؤسسة هارمونيا في المعارف، اللي كذلك هو لما طرحنا عليه الفكرة حبدها ويعني وقال لنا مادام هذا العمل جاد وعمل يعني فني متميز وعمل يعني اللي في مدح رسول الله وفي يعني كيحافظ على التراث وثقافي انا ما نترددش، والحمد لله ساعدنا، فكنقدم لهم جزيل الشكر من هذا المنبر. اضافه كنغتنم كذلك الفرصه مره ثانيه باش كنقول للناس بان هذه الصاره هذه راه غتكون متميزه وغتعجبكم باذن الله تعالى، وكنطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نكونوا في المستوى المطلوب، لان التهيئه ديالها كان بدات تقريبا شهرين من الاخر ديال شهر 8، وحنا كنهيئوا لها فنيا وتنظيميا، والناس اللي كينضموا معنا والناس اللي مساهمين معنا ومشاركين معنا يعني الناس المستوى العالي تنظيميا ويعني وحتى فنيا كذلك، يعني تمرنوا الاخوان يعني للجوق ولا الفرقه، وهذا يعني هذا المجهود هذا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يتكلل ويتمم يعني بالتوفيق يعني داخل في هذا البلاطو، والجمهور اللي غادي يحضر يتمتع معنا ويستمتع وينال نعم. الاعجاب ديالو باذن الله تعالى. اذا هذه السهره الفنيه الدينيه المتميزه
المختصة في المديح والسماع وأيضا في الشمائل المحمدية واللي غيشاركوا فيها ثلة من المديحين والمبدعين. الزمان والمكان أين المكان اللي غيحتضنها والزمان اللي غتكون فيه؟ السهرة تكون بإذن الله تعالى 22 أكتوبر يعني يوم السبت، يوم السبت المقبل، والمكان غادي يكون مسرح محمد، يعني بعد غدا، يعني بعد غدا بإذن الله تعالى. والمسرح غادي يكون مسرح محمد السادس، يعني مسرح محمد السادس يعني بالدار البيضاء على الساعة، على الساعة يعني السابعة والنصف. نعم. لكن هناك يعني بعض الأمور أريد أن أقولها. يعني هو دائما الجمعيات المهتمة بفن المديح والسماع يعني تستشير مع من سبقوها في التنظيم ومن سبقوها في هذا المجال الفني والمتميزين كذلك والرواد. وكان بغي نشكر يعني الناس اللي استشرت معهم ويعني ويعني وشجعوني ووقفوا معايا يعني هما كذلك يعني دعموني يعني دعم معنوي، على رأسهم الأستاذ الفنان الكبير سيدي علي الرباحي اللي يعني بقيت معه على اتصال. وسيدي السيدي مصطفى الرحال هو رئيس المنشدين، رئيس نعناي أسر الخبراء الوطنية ورئيس المنشدين، هو اللي تيكون أمام سيدنا اللي تيقدم يعني تيقدم البرامج المولوية اللي تيكون أمام الحضرة الملكية. وكذلك الأخ الكريم الرجل الطيب سيدي مصطفى بن رحال، يعني كذلك تهو لما استشرت معاه شجعني ويعني ونصحني ويعني ووجهني، فلهم جزيل الشكر، جزيل الشكر كذلك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم عما قارب حوله. سيدي يونس، لقيت الدعم على المستوى الإعلامي لأن هذا النشاط حتى يتم نشره ويكون في مدى واسع، كاين الحمد لله دعم إعلامي؟ كاين نعم الحمد لله كاين دعم إعلامي، ومن ضمن هذا الدعم الإعلامي سيدكم سيدي مولاي الطيب وهذه الإذاعة المباركة. لماذا؟ لأن هذا عمل يستحق التشجيع ويستحق الدفع إلى الأمام. لماذا؟ لأنه أول حاجة هو كيهتم بالشباب، لأن هادو كلهم شباب وكيلتحق من الآن سي عبد الهادي الأشعري اللي هو من الشباب المتميز اللي داخل الجمعية وكيهتم بالفن والسماع. وسبق لي التقيت معه في بعض الجلسات، صاحب صوت جميل و ربما العياء العياء لأن كل ليلة كتكون في مجالس ديال الذكر وديال السماع. كل ليلة بحكم يعني الميدان اللي كنشتغل فيه يعني تعرضت لبعض يعني تصاب لي الصوت ديالي شي شويش إجهاد، وكلها صعب علي أنني نكون فأصبحت فقط مولوعا بهذا الفن هذا وبهذا لا إله إلا الله الميدان هذا. ولكن الحمد لله أن استمعت لك كثيرا الحمد لله في بعض المجالس، وتبارك الله أعطيك الله الهبة وأعطيك الله تعالى التقدير، والصوت كيمشي ويعود رجع إن شاء الله. عدد كبير من المقرئين ومن المديحين ذهب صوتهم ربما بسبب الإجهاد ثم عاد من جديد الحمد لله. الله تعالى التوفيق يا رب. سي عبد الهادي الأشعري، أنت الدور ديالك في هذه الجمعية؟ أنا مثل نائب الرئيس. نعم. نائب رئيس الجمعية، والحمد لله هذه الجمعية كيف ما قلنا هي ثمرة ديال واحد المجهود ديال واحد مجموعة الإخوان على رأسهم الأستاذ يونس، لأن تجمعوا فيها غير المحبين وتجمع في هذه الجمعية غير المولوعين، ماشي يعني ناس اللي ما عندهمش إلمام كاع بهذا الميدان. يعني الحمد لله الهدف ديالنا الأول والآخر هو أننا دائما نهضوا بهذا التراث المغربي الأصيل والعريق، لا هو تراث المديح والسماع، وكذلك حتى بطرب الآلة يعني الطرب الأندلسي. والحمد لله الجمعية ماشي أول نشاط لها هو هذا، الحمد لله عندها مجموعة ديال الأنشطة، وقد يعني شاركت مجموعة من المهرجانات الوطنية، واللهم لك الحمد حنا كنشقوا طريقنا يعني بتيتا بتيكم الحمد لله كما تنقولوا. يعني الحمد لله كنشوف أن هذا الملتقى أو هذا الصار عفوا اللي غتلتقى يوم السبت ما هي إلا بداية ديال النجاح إن شاء الله اللي غتعرفوا الجمعية، لأن الحمد لله عندنا طموحات كبيرة مازال إن شاء الله غتكون شي حاجة حتى في رمضان بإذن الله
نعم. شهر رمضان. نعم. بإذن الله كنفكروا أننا ننظموا واحد الملتقى اللي غيكون وطني بإذن الله، وتشارك فيه مجموعة من المجموعات المحلية اللي كتمثل مجموعة من المدن المغربية، وكنطلبوا الله ربي يوفقنا جميعا إن شاء الله تعالى ولا يحشمنا. السي الأشعري، لماذا هذه الجمعيات فقط تقيم أنشطتها فقط في المناسبات الدينية، إما في المولد النبوي الشريف وإما في رمضان، يعني ونلاحظ غياب طول السنة؟ وهو ماشي غياب، كنقولوا لكل مقام مقال، يعني لا مدام الجمعية الاهتمام، وصراحة الجمعية ما عندهاش فقط الاهتمام فقط بالميدان ديال المديح والسماع والطرب آلة، وإنما عندها اهتمامات أخرى كالأنشطة الخيرية، يعني نقدروا نديروا مثلا أنشطة في دور العجزة أو دور الأيتام، يعني موازاة مع النشاط في المديح والسماع ممكن ديروا أنشطة. نعم، مثلا من الأنشطة اللي يحتاجها للمجتمع مثلا حملة تبرع بالدم. نعم، ممكن نديروا نشاط ديني عنده في السماع والمديح، وغادي يحضروا المحبين، وغادي يحضروا الناس اللي هم العشاق ديال هذا الفن، وتتم عمليه ديال التبرع بالدم للفئات اللي هي محتاجه مثلا. فعلا سيونس ربما راه نشط في هذا المجال. نعم. عاده في المولد النبوي ممكن نديروا نشاط ديني في المديح والسماع، ونديروا لفائده ربما خيريه من الخيريات ديال الايتام او ديال دور العجزه او الامهات العازبات. نعم. واش كتفكروا انكم مثلا تمشوا للسجون، لان وراء القضبان كاين واحد مجموعه ديال الناس عندهم الحزن وعندهم المأساة، يعني القدر الإلهي شاءت قدرة الله أن يقعوا، كيحتاجوا مثل هذه الجمعيات أنها تزورهم داخل السجن وتدير واحد الأمسية فنية وتبلغ من خلال رسائل لهؤلاء الشباب اللي هم ضاعوا لنا، نبغي نرجعهم إلى الحياة العادية. نعم سيدي مولاي الطيب، الجمعية كما قال أستاذ عبد الهادي، الجمعية الحمد لله عندها مجموعة من الأهداف وعند مجموعة من المجالات كتنشط فيها، المجال يعني الاجتماعي، مجال التربوي، المجال الثقافي، مجال الفني، يعني مجموعة من الأنشطة ممكن كنشطوا فيها، هذا يعني عندنا حق نشطوا فيها كلها. ومسألة هاد مثل هاد الأنشطة هادو حنا كنفكروا فيها، يعني باش نديروا أنشطة في السجون، أما دور العجزة يعني مرينا منهم عدد ديال المرات، دور الأيتام كذلك مرارا، يعني قمنا معهم شراكات وعملنا معهم أنشطة، وحتى التبرع بالدم هناك واحد الجمعية جمعية خيرية باختصاص ديالها هو كتجيب الناس يتبرعوا بالدم. نعم. يعني وعدد ديال المرات استدعاني وحضرت معاه في ديك الأنشطة ديالو، وقمت يعني بالمديح والسمع كيتقرا والذكر وكذا، والناس كيبركوا معنا ونشطوا، وكيمشي واحد بواحد كيعطي الدم يعني. وحنا حنا استاذ مولاي الطيب، الجمعيه ديالنا الحمد لله يعني عندها مجموعه ديال الافكار ومجموعه ديال الاهداف يعني باغي نوصلوا لهم، لكن كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى، كنتمنوا من الله نلقاو الناس إكراهات، يعني نلقاو الناس اللي ياخذوا بيدينا واللي يشجعونا واللي يعني ماديا ومعنويا. هذا هو الأدوار، تبقى أصحاب الحافظة ديال الأبيات الشعرية. نعم. كتقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. نعم. فالإنسان يصارع. وغنرجع للسي حسن الوزاني، ربما لأنه مخضرم أنه ولهما أنه شاب صغير عاش ردحا في وسط مغربي ديني روحاني أصيل، ثم شاءت القدرة الإلهية أنه يسافر إلى البلاد الغربية ويستنشق الرياح الأوروبية واندمج مع جنسيات مسلمة كثيرة من أتراك والباكستان وغيرهم. سي حسن الوزاني، أنت من خلال التجربة ديالك المتمددة في البلاد الأوروبية أكيد أنك غتكون غني بالتجارب، لأن احنا محتاجين دائما تلاقح ثقافي والتلاقح الفكري لنتقدم إلى الأمام. أش ممكن تستفتي من إقامتك في أوروبا والخلطة ديالك مع تجمعات دينية كتقوم على بحال الفكرة اللي قلتي قبيلة جميلة بزاف، يعني هادو مجموعة ديال المسلمين باكستان داروا جمعية ديال أهل القرآن، ومن خلالها
قدروا انهم يستوعبوا الشباب عوض في الويكاند الشاب كيمشي للديسكوتيك انه ربما يشرب الخمر يتعاطى المخدرات يتعاطى الى المحرمات وكيجي في الصباح الباكر منهك القوى وبعيد عن الايمان فكيجيبوهم لهذا المنهج كيلقى الذكر كيلقى العماره كيلقى السماع كيلقى القران القران الكريم كيلقى وكيلقى حتى الاطعام والشراب تماما يعني لو حدثتنا عن التجربه هذه اش ممكن نستفدوا منها في اوروبا خصوصا تماما الشيء مولاي الطيب خلاها لي فرونسي تي نو كرو با سي بيان دير الحمد لله عشت واحد مجموعه من التجارب اللي جعلتني انا حاليا انا كنكتب كتاب لخص مجموعه من التجارب اللي سبحان الله سقت اليهم منهم تجارب زوينه منهم بعد تجارب اللي ما كاينش تجربه خايبه منهم تعلمنا منهم الحمد لله التجربه الخايبه كنستافدوا منها كنستافدوا منها كنستافدوا منها المثال اللي الجمعيه مثلا منهاج القران اللي كنت مشيت عندهم في 31 في شهر ديسمبر ومن بعد ولاو تعيطوا لنا دائما اولا لانه احنا مجموعه من الشباب اللي ما كانش عندنا واحد الهدف مادي كنمشيو يعني محبه في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبه في ايصال ثقافه السماع المغربي الاصيل والموسيقى الاندلسيه المغربيه بحيث ان الجمعيه التي اخر جمعيه انشئت اسمها جمعيه سفراء الموسيقى الاندلسيه المغربيه بالمغرب لاسوسياسيون دي زامباسادور دو لا ميوزيك اندلوز اون فرانس والحمد لله من التجارب اللي تعلمنا ومن التجارب اللي استفدنا انه الانسان اولا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكون الإنسان بار لوالديه وبار لقيمه ويكون الإنسان يعني في واحد لادغواتور واحد الاستقامة الله سبحانه وتعالى يجعل لك من كل ضيق مخرجا بطريقة أو بأخرى بعض المرات يعجز اللسان على على على, 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 على تفسيرها أو على الإخبار بها لدرجة أن بعض المرات يمكن أن توصف بالكرامة اللي لأن الله سبحانه وتعالى كيعطيها لواحد الشخص اللي استطع أن لغب يعني كيف كيعرف الجميع فيها مجموعة من الإغراءات ومجموعة من أكيد أن الشباب الذين يسافرون إلى أوروبا ما يشدهم في أوروبا هو البريق وروح الحرية تماما والمتع هي متاحة للجميع متاحة وحلال بصف يعني نعم. حلال بمفهوم نعم. هناك قانون نعم. وقانون هناك يحميها القانون يحميها القانون الشباب ربما يقع له الاستلاب في الغالب الشباب عنده هرمونات وخلايا تجذبه إلى الحياة وإلى المتعة كيفاش أنتم شباب الحمد لله استطعتم بطريقة يعني بسيطة جدا أنكم تحافظون على هذه التوابيت وتحافظون على هذه القيم وتصلون إلى مقام الكرامة شوفوا لنا الداعي الوصول إلى هذا المقام نحن فقط نقول أن بعض الأشياء أو بعض التخريجات اللي كرمنا بهم الله سبحانه وتعالى نصفها بالكرامة ولكن ماشي مقام الكرامة نحن نطمح إلى ذلك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها هو الدين الإسلام كما تعلمنا مع المشايخ اللي جلسنا واللي عرفناهم منهم مولاي عبد الله الوزني رحمة الله عليه وهذه مناسبة نترحم بها عليه على الشريف مولاي عبد الله الوزاني كان يقدم برنامج مهم تماما في القناة الثانية يسمى الإسلام وقضايا العصر وكان رجل فنان ورجل لوكس راديو وايضا كان عنده كان كرونيكر في لوكس راديو كان 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 يناقش مبادئ يعني ما بين الاسلام والحياه يعني العصريه الى اخره وكتب مجموعه من الكتب ومجموعه من المحاضرات اللي دارها على الصعيد الوطني والصعيد الدولي من اجل يعني ايصال واحد الفكره والحمد لله تعلمنا منه من الشيخ سيدي محمد بن المختار الوزني رحمة الله عليه الذي أصلا أيضا وفاته المنية هذه سنتين من قبل وعلماء آخرون يعني نعاصرهم والحمد لله لنا الفضل ولنا كرامة من الله سبحانه وتعالى أننا نعاصرهم
جعل أن الله جعلنا الله سبحانه وتعالى أن نتصف بصفة الإسلام اللين. نعم. قلت واحد الكلمة قبيلة مني كنا كنجلسوا مثلا مع بعض الشباب الذين مثلا لقوا واحد الحرية شراب وخروج وسهر وهذا وهذا، ملي كيجيو كيتعاملوا معايا تيشوفوني انا في الذكر وفي الامداح، ونهار الجمعه انا مشيت درت مشينا لهذ الزاويه، ونهار السبت مشينا لهذ المحاضره الفكريه، نهار الحد درنا واحد الحصه ديال الاله، نعم سيدي حتى هي دين ودين دين ودنيا وفي 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 الاله ايضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وبنين كنجلس معاهم ما كندورش فيهم ولا كنسبهم ولا كنقول لهم هادشي تديروا راه حرام او 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 او, أو. نعم. ولكن تاخذوا كتستعمل اسلوب الترغيب ما يسمى بالدعوه بالحال. بالدعوه اي تماما السيد الاشعري ما تسمى بالدعوه بالحال. بالحال الدعوه بالحال. الدعوه بالحال تماما. نعم. هذا ما يقوم به الشارع. نعم. يدعوهم بحاله. ربما هذه مجموعه من واحد التيار معين، وهذا كذلك مقام. نعم. حال اهل الله يا كسدي، حال اهل الله. نعم. صاحب من رؤيته تذكرك بالله. لا اله الا الله. نعم. من اذا رايته ذكرك بالله. من اذا رايته ذكرك بالله. نعم. وهذا هو يعني لما يذكرك بالله، هذا الحال ديالو. نعم. حال اهل الله. سيونس هادشي اللي بغينا نعرفوا دابا الان، هذا النشاط اللي غتقوموا به ان شاء الله تعالى يوم السبت 22 اكتوبر بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء على الساعه 7 مساء. والنصف. نعم. يعني هذا النشاط يعني فيه الإحياء للمولد النبوي الشريف، فيه السماع، فيه المديح. احنا بغينا نركزوا شنو هي الرسائل والقيم الإنسانية اللي بغيتوا تبعتوها من خلال هذا النشاط. احنا سمعنا الآن من عن السي حسن الوزاني كيف أن الشباب في الغرب، وهذا البرنامج اللي كيسمعوا فينا الآن، واحد المجموعة ديال الآباء والأمهات في دول أوروبية. غير بالأمس كنت في البرنامج واتصلت بإنسانة من أمريكا من بوسطن، كتقول لي بأنني أرجوك تكلموا على مشاكل أولادنا، احنا عندنا اولادنا في الغرب كيضيعوا منا، كيبلغ 18 سنه 19 سنه كيضيع مني، وكيمشي رياح جارفه، وكنبغي ولدي يرجع للدين ويرجع للقران ما عرفش، وكيلقى علماء كيتكلموا بواحد الطريقه شديدة جدا، وملي كيتكلموا بطريقه شديده يخلعوا التفكير تماما. فكيتبحث شنو هو الطريقه المثلى باش ممكن نقنعهم بالتي هي احسن، بالمحبه بالموده بالترغيب، ولعل الطريقه ديال المديح وديال السماع وهذا العمل الفني ربما قد يكون بوابه سهله ديال المنال باش نوصلوا للقلوب ديال الشباب وعموم الناس ونمروا الرسائل والقيم. اولا ما يطيب هو هذا الفن ديال المديح والسماع، هو فن من ضمن الفنون اللي كاينه حاليا، يعني مجموعه ديال الفنون، يعني هو فن غنائي، يعني الغناء في واحد المجموعه ديال الالوان، غناء في هذا الشكل وغناء في هذا الشكل وغناء في هذا الشكل، هذا فن غنائي يحتاج الى طاقه صوتيه ويحتاج الى موهبه ربانيه ويحتاج الى كذا. فعوض هذا صاحب هذا الصوت الجميل ان يوظفه في فن يعني من بعض الفنون. المهم كل فنون لها جمهورها ولها محبوها الى اخره، لكن هذا الفن هو واحد الفن اللي تيجمع بين الدين والدنيا. نعم. فالانسان كيتغنى بكلام طيب فيه المدح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه الابتهالات الربانيه، فيه اشعار ديال اهل الله، فيه اشعار ديال لاكليم، لا في الاشعار ديال اهل الله. نعم. في الاشعار ديال اهل الله. ارجوك يا اخي يطفي ديك الكلمه، راه المستمعين هي كيوقع لهم. اخونا سي المخرج راه طفى الكليم. لي زاليا دي ديريكت هادشي. لان سي الاخ سيونس يلاه كيخبرني جا الاستوديو وجمل الحمام تماما الحمام البلدي كيبان لك يضوي وكيلمع. شوف هو دائما كيضوي وتيلمع، ومن الادب ديالو ومن الخصال ديالو الحاج يونس في الحقيقه، واسمح لي قطعتكم، احنا كيقول لك لكل مقام مقال، وكل واحد غادي نعطيه واحد الصفه ديالو. نعم. الحاج يونس جاني. نعم. وقال لي انا ما يمكنش ليا نمشي، انا كنت في تماره، ما يمكنش ليا نجي عند السي الطيب في الراديو نجي نتلاقى بالناس، وخصني نكون في واحد الصفه جميله، ونكون انا كيف غنحب ان الناس نستقبلهم، انا بغيتهم يحبوا يستقبلوني. والله شهاده الخصال جميله. شهاده هو صراحه كنا نمشيو كاملين. ما شاء الله. وهذه ربما ميزه عند المسمعين، كنعرف واحد المجموعه من ابرز الميزات عند المسمعين النظافه والجماليه.
لانهم يمدحون سيد الخلق. وهذه هي رساله من الرسائل اللي كنبغيو نمروها في هذه الحفلات. نعم. يعني الشباب ما شاء الله اللي غيكونوا هادو من خيرة الاصوات. نعم. هناك اصوات كثيره ما شاء الله ما يمكنش يعني كلهم هذا، لكن هادو من خيرة الاصوات الجميله اللي كاينه في الدار البيضاء. نعم. وشكلا ومضمونا ما شاء الله تبارك الله. يكفي هذا المجموع اللي معكم، اسمح لي بين قوسين قبل ما تكمل. السي الاشعري جوجب مع مجموعه ديال الشباب، يعني انا خيلتهم انهم ماشي مغاربه، لان الصفه ديالهم تركي على 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 نمساوي على كذا. معنا ذاك الشاب، ذاك الشاب الوسيم. السي الاشعري شكون ذاك الشاب الوسيم؟ كان احسن يقدم نفسه هو السي احمد مولاي احمد التازي البزور، وهو حفيد الأستاذ الكبير أحمد تازي البزور، رئيس جوق الطرب الأندلسي بمدينة تازة ما بين سنة 1900 بمدينة الدار البيضاء، وشارك بمدينة فاس ومدينة تازة. نعم نعم. من الخمسينيات، من نعومات الأظافر ديالو من الخمسينيات. الخمسينيات ما شاء الله. هذا الجد الأكبر ديالو. هذا الجد الأكبر ديالو. الجد الأكبر. أنت الحفيد الأصغر، كيف تعاطيت لهذا المجال؟ شكلك وسيم وأنيق، ربما كان شي مخرج سينمائي يبغي يصطادك تمثل دور البطولة في أفلام عاطفية، ولكن هو علاش مشيتي للمديح والسماع ومدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الرياح جرت بي لهذا المجال وهذا الفن الروحي الصوفي. فالمديح والسماع ولا الموسيقى الأندلسية فهما هو فن روحي، يعني بطريقة بالفطرة ديال الشخص كيلقى راسو منجذب لهذا النوع ولهذا الطرب لهذا النغمات والطبوع المتعددة اللي كتستعمل في هاد جوج الفنون. فإذا هو لم يكن اختيار ولم يكن فرد، لكن كان واحد الجريان مائل اللي جرني لهذا الميدان. فإذا يمكن نقدر نكون أنا كشخص كنختلف على الشباب. شحال السن ديالك؟ أنا السن ديالي اليوم 20 سنة. اليوم 20 سنة أكتوبر. بالمناسبة راه التلميذ ديالي. اليوم عيد ميلادك. اليوم عيد ميلادي. فانتا. ما شاء الله ما شاء الله. سنة سعيدة. سنة سعيدة وكل عام وأنت بألف ألف خير. شكرا يا سيدي. ما شاء الله. كيف قلت أنني أنا ممثل طلبة بمؤسسة أرمونيا اللي هي أيضا شريكة في هذا الحفل. فاحنايا كطلبه وكمؤسسه دائما عندنا هذا الروح والانجذاب للفن والسمع والمديح وكذلك الموسيقى الاندلسيه. فيمكن انا والاستاذ عبد الهادي دائما واكثريه بالتنسيق والاشراف ديال الاستاذ عبد الهادي في الانشطه ديالنا دائما وجود انشطه دينيه كنلقاو وجود ديال السمع والمديح. ويمكن كان الاستاذ يونس كان معنا وشرفنا في الذكرى ديال المولد النبوي الشريف بالمؤسسة، وكان هو أطرفنا وهو المجموعة ديالو. فإحنا هاد الميدان وهاد الفن يسقي روحنا، لأن يمكن نلقاو في هاد العصر أنني كاين العديد من الأشياء اللي ما تقدرش هذاك الغليل وهذاك واحد النقصان كيتواجد في الروح. فالمديح والسماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خير الأنام هي العلاج. لا اله الا الله. الشباب اللي معكم في المؤسسه اكيد انهم ولاد عائلات كبار وعندهم واحد معجبين بالثقافه الغربيه وغيرها. واش كاين اقبال من اللي كتعطي واحد العرض اللي هو متميز وكيطرق لابواب القلوب وكيعزف على النفوس، كتلقاو اقبال هؤلاء الشباب؟ هو نقدر احسن جواب اللي نقدر نقوله هو واحد التجربه كنا قمنا بها يوم في شهر رمضان المبارك السنه الماضيه. فكان هذاك كانوا الشباب درنا لهم واحد الفطور جماعي، فاذا انا واستاذ عبد الهادي واحد الزميل معنا في المؤسسه قمنا بعد درنا حصه ديال المديح والسماع وشويه ديال تعشاق في النبي صلى الله عليه وسلم وشويه ديال الاله. فلقينا هذوك الطلاب بواحد الطريقه لا شعوريه انتفضوا، ولو هما كانهم
ما مأثرينش لا بأيديولوجية غربية ولا بموسيقى غربية، كأنهم شافوا في هذاك السياق وما شعروش براسهم. يعني هو شيء عظيم، واحد كانت كنوع من المعجزة اللي كنا احنا شخصيا ما كناش كنتوقعوا تكون في هذيك طاقة روحية. طاقة روحية، والشباب لأنهم فطرة سليمة وعندهم شوق وعندهم عطش للقيم الدينية، ملي سمعوا واحد الوصلة فنية جميلة مع وجوه شابة جميلة وفي واحد الإطار اللي هو بعيد كل البعد عن الحسابات والصراع الدنيوية، أكيد لقوا تجاوب عميق لأنكم طرقتم الفطرة السليمة. فعلا فعلا لقوا واحد تجاوب وواحد كأننا أسقينا روحهم. كان عندهم واحد النقصان، كان عندهم واحد، كانوا في واحد المتاهة. نعم. لقوا راسهم في واحد العالم واحد آخر، واحد العالم روحي صوفي، خلاهم يشعروا بواحد الطمأنينة في النفوس ديالو. إذن المجتمع ديالنا محتاج لمثل هذه الأنشطة التربوية والثقافية والفنية لملء هذا الفراغ الروحي. فعلا، لأن هو إلى جينة الناحية العلمية لا في المديح والسمع ولا في الموسيقى الآلة، كالقوم أنهم كيلعبوا كثير على الطابع الروحي، وأن حتى الطبوع اللي كتستعمل في المديح والسمع وفي الموسيقى الأندلسية ككل فهي ماشي اعتباطية، فكالقوها كتغنى فصول مضبوطة في أوقات زمنية مضبوطة، يعني ماشي اعتباطية. يعني هو في نفس الوقت كيلعب على شخصية المرء وشخصية الإنسان بالفطرة دياله. يعني نقدروا رجعوا تل، يمكن هنا الإخوان يعرفوها، أن في مدينة فاس باستفرج المرستان ديال استفرج، أن كان الموسيقى الأندلسية كانت كتستعمل لعلاج الناس ذوي الاختلالات العقلية. فيمكن احنا في هذا الفن ديالنا بالضبط وصل لواحد الأوج دياله، وصل لواحد المستوى اللي الان كنلقاو في جامعات عالميه دوليه انهم كيعالجوا بالموسيقى بالموسيقى. ولكن حنايا كنا السباقين في هذا الميدان، ويمكن عبر الجلسات وعبر الحضارات الصوفيه اللي كدار كنلقاو راسنا حنايا المولوعين، ولا الناس اللي كيحضروا معنا كيلقاو راسهم خارجين بواحد الارتياح. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لا إله. نرجع السيونس، هذا النشاط الفني اللي غتقوموا به، قلتي بأن الفئات اللي غيشاركوا فيه عندهم مؤهلات. نعم. اول حاجه قلتي الصوت، الصوت الحسن، الصوت الحسن. ثم ذكرتي كذلك يكون عنده واحد القلب مشبع بالقيم ديال الامداح النبويه، ثم قلتي الصوره الجميله واللباس الانيق. نعم. ايضا ماذا باش نكملوا الصوره امام هؤلاء؟ هو سيدي مولاي الطيب، اصلا الجمعيه لما يعني نشأت هذه الجمعية هذه كان من الأهداف ديالها هو استقطاب وجلب هاد الشباب. يعني هاد الشباب دابا حاليا عندنا واحد المجموعة، لكن قبل كانت واحد المجموعة أخرى، وقبل عاوتاني كانت واحد المجموعة أخرى، وكل هاد الشباب هادو لما تعرفنا عليهم كانوا أصوات جميلة. يعني من ضمن الأشياء اللي كنركزوا عليها يكون صوت جميل. نعم. ويكون إنسان موهوب. نعم. يعني كيكون موهوب، يعني حنا كنجروا لعندنا باش نحاولوا نلقنوا هذا الفن هذا من خلال داك الشيء اللي تعلمناه من ديك البركه اللي خديناها من عند الناس اللي سبقونا، وتنوصلوها لهم بواحد الشكل زويون وراقي وهذا، الحمد لله كيتجاوبوا معاه بواحد الشكل متميز. لما كيذوقوا هذا الفن هذا وكيتجاوبوا معاه روحيا وكيتجاوبوا معاه، يعني هما تيوليو هما داك الشيء اللي كنبداو نقوموا به حنا اللي قمنا معاهم في الاول، هما تيبداو يقوموا به من بعد. هذا ثانيا ذكرتي لي في السؤال اللي ذكرتي هو الاهداف ديال هذا الحفل. ياك نعم، من ضمن الاهداف ديال هذا الحفل الرسائل اللي غتقدموها ان شاء الله من خلال هذا الفن، غادي يجوا الناس ان شاء الله بكثافه من جميع الاصناف والاشكال. نعم. وغادي يحبوا يسمعوا هذا المديح النبوي الشريف، واكيد هذيك الوصلات الانشاديه تحمل في طياتها رسائل. يعني الرسائل اللي كاينه ربما اذكر منها هذا الشاب الجميل، اسم الكريم بابا احمد، سي احمد تبارك الله، ذكر العطش الروحي. كاين الناس اللي هما عطشانين روحيا. نعم. وكاين الناس اللي عندهم ربما اكتئاب او قلق وخاصو الدواء من غير ليكوبريمي ديال الطبيب، يبغي يسمع ربما يكون جرعه ديال الدواء عن طريق الموسيقى الروحيه والاذكار الربانيه. بطبيعه الحال. نعم. اولا الانسان كيف ما سنقولوا جسد وروح، ياك الجسد الغذاء ديالو شنو هو؟ الغذاء ديالو هو الاكل والشراب الى اخره، فغذاء الروح هو الذكر والصلاه على رسول الله وقراءه القران، هذا هو غذاء الروح الحقيقي. لكن هناك من يقول يعني الموسيقى غذاء الروح والموسيقى كذا، هناك من يقول هذا الكلام، لكن الغذاء الحقيقي هو الذكر والصلاه على رسول الله وقراءه القران. فاحنا هذا الفن اللي احنا غنقوموا به في هذه الصرا هذه، هذا فن يعني جميل
يعني من ضمن الفنون اللي حنا كنتمناو من الله تعالى ان الناس اللي غيجيو يتصنتوا ليها. طبيعه الحال اللي هي واحد الفئه كثيره، واحد الشريحه كبيره كاينه في الدار البيضاء اللي كيحبوه بواحد الشكل يعني متميز، لدرجه ان يعني بين قوسين لدرجه ان بعض المرات كنكونوا بعض المناسبات وتنبقاو نشدوا في الامداح يعني مختلف الانماط، وكنطيحوا في بعض العائلات يقول لك ما ديرش لي شي نمط من غير النمط المغربي الاصيل، ما بغيتش نسمع شي حاجه من غير البرده والهمزيه وما تيسر القصر. فعلا كيقطعش كيقول لك انا الا درتي لي انا ملي كنسمع السماع البلدي الحمي كيشوك عليا. نعم. انا باغي نتمتع بالسماع البلدي الاصيل، فهذاك السماع البلدي الاصيل اللي هو يعني يعني شبه 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 منعدم من دابا حاليا بزاف المناسبات عند بعض الشباب. مهم كل واحد فين تيرتاح، لكن وكل واحد الذوق ديالو، كل واحد طريقه الاداء ديالو، لكن هو شبه منعدم. والفئه المستهدفه احنا بغينا هاد الحفل هذا يكون كنموذج لهاد الناس المحبين، يعرفوا بان راه كاينه واحد المجموعه وكاينه واحد الناس اللي مهتمين بهذا الفن ديال المديح والسماع البلدي الاصيل. نعم. وباقى مشبته بالتراث وباقى مشبته بهاد 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 التوابيت ديالو. وغنديروا واحد الوقفه. نعم. واحد الوقفه. نعم. مع السماع الاصيل ان شاء الله تعالى، ثم نواصل هذا الحوار المبارك، فابقوا معنا. صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلبي أحمد الزكي السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.